هي علاقة الخاطب الذي لم يعقد بعد بخطيبته حيث هم في بلاد السفر؟ إذ أننا كثيرا ما نلاحظ أن هناك خلوة بين الخاطب والمخطوبة وقبل أن يكون هناك عقد. وجه المسلمين حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علاقة الخاطب بمخطوبته قبل العقد كعلاقته بالسائر النساء الأجنبيات منه، حرام عليه أن يخلو بها أو أن يسافر معها تسافر معه أو غير ذلك من الأسباب التي تجر إلى الفتنة. وكونه قد خطبها لا يصور له أن يخلو بها أو أن يسافر بها أو أن تكشف له شيئا من وجهها أو يديها أو ما لا يجوز كشفه لسائر الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها لا تزال أجنبية منه ولا تزال محرمة عليه. وما يفعله بعض الناس تأثرا بالكفار من أن الخطيب يخلو بمخطوبته ويسافر بها ويستبيح منها ما لا يباح، كل هذا مما حرمه دين الإسلام. إنما رخص الشارع للخاطب الذي يطمع في إجابته، رخص له أن يرى منها ما يرغبه في نكاحها، بأن يرى وجهها أو شيئا من أطرافها، ولا يتوسع في هذا، وإنما بقدر ما يرغبه فيها أو يرغبه في تركها، ويكون ذلك بحضرة وليها أو يكون ذلك على حين غفلة منها، يعني يترصد أو يتخبأ لها وينظر منها ما يرغبه فيها أو ما يقنعه بتركها. هذا هو الذي رخص فيه الشارع. أما أن يزيد على ذلك بما يفعل في بلاد الكفار من استباحة الخاطب لمخطوبته بكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر من أمور الجاهلية ومن عادات الكفار، لا يجوز للمسلمين أن يقروه ولا أن يعملوا به. الحاصل أن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية ولا علاقة بينهما إلا بالعقد الشرعي الذي يبيح له منها ما يباح للزوج من زوجته، العقد الشرعي الذي توفرت فيه شروطه وأركانه، وقبل العقد كل منهما أجنبي من الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في جزء آخر من السؤال شيخ صالح يسأل عن الهدايا، وما أدراك ما الهدايا وما هو توجيهكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ الهدايا يعني بين الزوجين أو بين المخطوبين أو بين الخاطبين؟ لا بأس بالهدايا، الحمد لله، لا بأس بالهدايا، أن يهدي لزوجته أو لمخطوبته ما فيه منفعة لها من حلي أو ثياب أو أوان أو غير ذلك. أمر الهدايا أمره سهل، الحمد لله. جزاكم الله خيرا.